الاول عايز اقول لكم وصلت النهارده بعثه الهلال طبعا وسط بقى حصار وتامين رهيب. هتشوفوا دلوقتي الصور وقولنا كده الصور بتاعت وصول بعثه الهلال كده هتلاقوا يعني بصوا ماشي كده الصور معايا ادي طياره الهلال اهي وصلت من السودان كمل الصور بص ترحيب كبير في بلدهم ولا تامين ولا اي حاجه ولا الاحساس اللي حبوا يصدروه نادي الهلال الكلام القديم اللي كان بيحصل من 100 سنه قبل كده كانت الناس تعمل كده وتضحك على الناس انما الناس قاعده بص بكل ارتياحيه واستقبال رائع والناس مبسوطه جدا وجم بلدهم التاني مصر وفي قلب المطار في القاهره والاجراءات تمت بسهوله ويسر والناس راحت على الفندق ولا اي حاجه في اي حاجه. انا بس حابب اقول لاشقائنا في السودان اهو خدوا بالكم بعض الاحيان مش كل الناس يعني بعض الناس في بعض الادارات يعني مش هقول اداره الهلال كلها هي اللي بتحاول تعمل التصعيد ده عشان خاطر حاجه في هدفهم. بص الصفحه الرسميه بتاعتهم اهو شكرا لمحبينا الاوفياء في مصر ننتظركم في الاول من ابريل بهذه الاجواء الحماسيه والهتافات الداويه نتحسس ارض القاهره ونضع امام انظارنا هدف واحد. وماله ادي الجمهور بتاعهم موجود اشقائنا في السودانيين في القاهره تواجدوا عدد منهم اهو مثلا 200 300 واحد ولا حاجه واستقبلوا البعثه بتاعه الهلال السوداني واحنا بنقول لهم اهلا وسهلا واهلا باشقائنا وهم بيستقبلوهم وانت هنا في بلدك مصر ده مصر دي فيها مغتربين وجاليات وجنسيات فوق 9 مليون بني ادم على فكره ولا حد نهائي بحس ان ده سوري ولا ده ليبي ولا ده عراقي ولا ده سوداني ولا ده تونسي ولا ده سعودي ولا عمرنا في مصر اساسا كل التصدير اللي حاول بعض افراد جوه اداره الهلال تصدروا للناس انه الاحتقان والناس والجمهور بيحاولوا العنصريه والباذنجان والفلفل الرومي والكلام الكتير اللي بيتقال ده هو على ارض الواقع مش موجود خالص نهائي على ارض الواقع مش موجود. فعشان كده انا بقول لحضراتكم ايه انه البعثه واصله في سلام والمعيار بتاعك هيبقى هو فوز الاهلي في الملعب الجمهور هيشجع والجمهور هيبقى مثالي وانا متاكد وعندنا خبر هو بتاع التذاكر الماتشات للهلال الكاف بعت للاهلي بتخصيص 2500 تذكره لنادي الهلال في هذه المباراه وقال لك نسبه 5% 5% وفق اللوائح بتاعت الاتحاد الافريقي. يعني ايه؟ يعني انت بتطبع 50,000 تذكره الناس ليهم 5% 2500 تذكره اهلا وسهلا. مين عندنا هيمنه اهلا وسهلا فليحضروا ال 2500 وياخدوا مدرج ويشجعوا ويتبسطوا كل حاجه. النادي الاهلي لا مستني ولا قلقان وانا فين الخبر يا شباب بتاع ال 2500 تذكره؟ لا الاهلي قلقان ولا الاهلي هيبقى يعني متضايق ولا ال 50,000 متضايقين ان يبقى في 2500 مشجع للهلال السوداني في هذه المباراه.